طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من عدن تايم: صلح في عدن ينهي سيطرة وكيل نيابة على منزل استأجره قبل ادعاء ملكيته. ومن عدن الغد: الحكومة الشرعية تقرر العودة إلى العاصمة المؤقتة خلال يومين. موقع فرنسي يتساءل لماذا ما زال هادي رئيسا لليمن. ومن القدس: إجراءات صينية جديدة للحد من ضحك المواطنين. أهلا بكم. نبدأ من وكيل النيابة الذي استأجر منزلا في عدن ونال إعجابه إلى الحد الذي ادعى ملكيته وأقام فيه لمدة طويلة خلال الأسابيع الماضية. تحدث السكان هناك عن المستأجر الذي أصبح مالكا ورفض تسليم المنزل إلى مالكه الأصلي. موقع عدن تايم يؤكد أن وكيل النيابة أعاد المنزل عصر أمس لمالكه وعنون الموقع. وسط حضور كبير المواطنون أو المواطن عفوا المواطن بامحرز يتسلم منزله من وكيل النيابة. وقالت التفاصيل أن المواطن عادل بامحرز تسلم فيلة تتبع أسرته من وكيل النيابة الذي كان استأجرها قبل أن يدعي ملكيتها، مفجرا نزاعا كبيرا حولها. وأضاف الموقع: قام وجهاء من محافظتي أبين وشبوة ومسؤولون بالأمن في محافظة عدن وأبين بتسليم مفاتيح البيت لمالكها بامحرز بعد توقيع اتفاق أنهى أي دعوى قضائية بين الطرفين. ويتابع الموقع: الاتفاق يعتبر نهاية لقضية شكلت رأيا عاما طوال الأسابيع الماضية. نشرت صحيفة الأيام الصادرة في عدن معلومات قالت إنها جديدة بخصوص الشقيق الذي قتل شقيقته داخل قاعة المحكمة بصنعاء قبل أيام. وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني إن والد الشاب هو من حرض ابنه على قتل أخته بعد تقديمها طلبا بنقل ولايتها من أسرتها إليها بعد أن بلغت السن القانوني ورفض والدها تزويجها. وأفاد شهود عيان حضروا الجلسة أن شقيق الفتاة كان يجلس في المقعد الخلفي لشقيقته قبل أن يقوم بإدخال يده بهدوء من تحت نقاب الشقيقة أو نقاب شقيقته وقطع وريدها بمشرط صغير حاد، ما تسبب لها بنزيف توفيت على إثره في المستشفى بعد ساعات من إسعافها. وأكد مصدر أمني للأيام إقرار القاتل عند التحقيق معه بأن والده أرسله لقتل شقيقته ووعده بأنه سيعفو عنه، مشيرا إلى أن والد الضحية كان متواجدا في جلسة المحكمة بناء على استدعاء المحكمة له، إلا أنه هرب عندما سقطت ابنته أرضا بعد قطع وريدها. وكانت محكمة غرب العاصمة صنعاء قد استدعت والد الفتاة لسماع أقواله في قضية رفعتها ابنته بعد رفضه تزويجها، وطلبت الفتاة من المحكمة نقل ولاية تزويجها للقضاء بعد رفض وليها تزويجها. وكانت محكمة غرب الأمانة قد قررت تزويج الفتاة ممن تحبه، غير أن الحادثة قلبت الوضع. آلاف المعتقلين والمختطفين والمخفين قسرا يتعرض أهلهم لآلام لا توصف. وفي مقدمة هؤلاء القادة الأربعة محمود الصبيحي وناصر منصور هادي وفيصل رجب ومحمد قحطان: المختطفون والمعتقلون والمخفيون قسرا منذ 3 سنوات. هذا مقتطف من مقال كتبه وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في صحيفة الشرق الأوسط، والذي يسرد فيه تفاصيل التفاوضات السابقة وكيف استغلت ميليشيا الحوثي وجود مختطفين لديها للمضاربة بمصيرهم. وقال الوزير: من موقع الرسمي رئيسا للجانب الحكومي في المشاورات: عملنا على أن تكون قضية المعتقلين في مقدمة قضايا المشاورات والحل، واستطعنا أن نتوصل إلى أن تكون في مقدمة جدول الأعمال الذي جرى الاتفاق مسبقا على قضاياه وتفاصيله
قبل أن نذهب إلى مشاورات بيل في ديسمبر 2015. لم نعتقد أن المجرمين سوف يستمرون في إجرامهم، بحيث نتحدث الآن عن السنة الثالثة للجريمة. كنا نصر على ضرورة الاتفاق عليها وعلى الجوانب الإنسانية عامة قبل أي حديث سياسي، بينما كان وفد الانقلابيين لا يرى لهذه المواضيع أهمية، وأحيانا يقولون إنهم غير مخولين بنقاشها. وبالفعل توقفنا عن المشاركة في أحد المواعيد. وأخيرا وبضغوط المبعوث الدولي وفريقه وضغوط الدول الراعية، وبعد أن طلب وفد الانقلابيين مهلة للرجوع إلى قياداتهم، أبدوا الاستعداد للموافقة على معالجة النقطتين الإنسانيتين، المعتقلين والإغاثة وحصار تعز. وهلل المجتمع الدولي للاتفاق، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ منه شيء حتى اليوم بعد مضي ما يقارب العامين ونصف العام. كانت إحدى قضايا المناقشات ما مصير القادة الأربعة، وأين هم الآن، وكيف ينظم لزيارتهم؟ تهرب الحوثيون كثيرا عن الجواب، ثم قام محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثي بالانتحاء بجانبا، وقال لي إن محمود الصبيحي موجود وهو بخير، وكذا فيصل رجب، وكانت هناك معلومات متداولة عنهما تقول ذلك أيضا. أما بالنسبة لشقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور الذي لم يكن معروفا مصيره حتى ذلك الوقت، فقد قال لي عنه هو بخير ويتناول أدويته باستمرار، وأريدك أن تطمئن الرئيس هادي بذلك. وكانت هذه أول معلومة عنه. وبقي مصير الرجل المدني محمد قحطان، حيث قال إنه لا يعرف مصيره، وحاولت أن أعرف هل لا يعرف مصيره أم هو غير مخول بأن يكشف عن مصيره. تناقض الرجل ثم أصر بالنهاية على أنه لا يعرف عنه شيئا، وأن من يعرف عنه واحد أو اثنان هو ليس منهما. قال موقع عدن الغد إن لديه معلومات عن عودة الحكومة في الفترة الحالية، ونسب الموقع تصريحات إلى مصدر خاص قال فيه إن الحكومة الشرعية قررت العودة إلى مدينة عدن خلال يومين عقب تفاهمات سعودية يمنية إماراتية. وأفاد المصدر أن التفاهمات أفضت إلى عدم اعتراض الحكومة في عدن والسماح لها بالمشاركة في تنفيذ نشاطها بالمدينة. وقال المصدر لصحيفة عدن الغد إن الحكومة قررت العودة بكافة أعضائها إلى مدينة عدن عقب مغادرتها قبل أشهر. موقع المصدر أونلاين يعنون في صفحته الرئيسية: خارجية اليمنية، إيران حولت سفارتها في صنعاء إلى ثكنة عسكرية لتدريب الحوثيين. وقالت الخارجية اليمنية إن إيران حولت سفارتها في العاصمة صنعاء إلى ثكنة عسكرية ومركز لتدريب ميليشيا الحوثي. وذكرت الخارجية في بيان لها إن إيران حولت مبنى سفارتها في صنعاء إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريبي للميليشيا الانقلابية وغرف عمليات عسكرية يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الانقلاب ومخازن للمتفجرات والصواريخ التي تهدد حياة السكان في صنعاء. وأعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد لاستمرار تدخل إيران في الشأن اليمني بهدف دعم الانقلاب وتشجيع الفوضى وعدم الاستقرار وعدم الاستقرار في اليمن امتدادا لأدوارها التخريبية في المنطقة. لست وحدك، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله في صحيفة الخليج مضيفا في جزء من المقال: هناك حكاية إسبانية قد تكون ذات جذر عربي عن رجل قرر أن يعيش طليقا في البرية فيأكل مما تيسر له من الثمر ويشرب من الغدران وما يتبقى من المطر. وذات يوم لاح له عن بعد رجل يشبهه من حيث الشكل، وحين اقترب منه سأله لماذا جاء إلى هذا المكان النائي، فأجابه قائلا إنه ضاق بحياة المدينة وضجيجها وما فيها من كذب وطمع. ثم سأله من أين تأكل وتشرب، فأجاب مما تعف أنت عن أكله وشربه وتتركه. ومغزى الحكاية ببساطة هو أن الفقير لابد أن يجد من هو أشد فقرا منه، وكذلك الغريب الذي قد يلتقي بمن هو أشد اغترابا منه. لهذا على الإنسان ألا يتصور بأنه الوحيد الذي يتألم أو يشعر بالغربة حتى لو كان تائها في البراري. فالرجل الذي قرر الحياة بعيدا عن الناس والصخب لم يخطر بباله أن هناك من يشبهه، وأكثر من ذلك فإن ذلك الشبيه يأكل مما يبقيه أو يعف عنه. ولدينا في موروثنا الشعبي حكايات وأقوال لا نهاية لها عن القواسم المشتركة بين البشر مهما تباعدوا ثقافة ولغة. وحين قال امرؤ القيس أثناء عودته مخذولا من القيصر: كل غريب للغريب نسيب، كان يقصد جبل عسيب الذي احتضر فيه ومات بعيدا عن ذوي القربى الذين استغاث بقيصر الروم ضدهم كي يثأر لأبيه. والإنسان في تصوره أنه يعيش أقصى وأقصى لحظات الاغتراب والوحشة
عليه أن يتخيل أن هناك من هو أشقى، وإن كان مريضاً عليه أن يتصور أن هناك من هو أشد منه ألماً ومرضاً. لكن هذا لا يعني بأي حال أن يقبل الإنسان ما يلم به ويتأقلم معه باعتباره قدراً لا فكاك منه. لكنه لو تصور أنه الوحيد الذي يحزن ويتألم ويعاني، فإن هذا التصور يعزله عن بشر فيهم من يعاني أكثر منه. تصدر خبر عن معاناة المواطنين في محافظة المحويت موقع سبتمبر نت، والذي عنوان: الميليشيا تستولي على 31 قاطرة أو 31 قاطرة غاز وتحويلها للسوق السوداء. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي الانقلابية استولت على 31 قاطرة غاز مخصصة للمواطنين وحولتها لصالح مشرفين يتبعونها لبيعها في السوق السوداء في محافظة المحويت. وذكرت مصادر محلية للموقع إن سعر اسطوانة الغاز في محافظة المحويت وصل إلى 5000 ريال، وأن المحطات الرسمية استلمت حصتها الشهرية من الغاز المنزلي، لكنها أغلقت أبوابها وتبيعه في السوق السوداء لصالح متنفذين في الميليشيا. ويتابع الموقع: يعاني المواطنون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية من انعدام الغاز المنزلي للشهر الثاني على التوالي، فيما تعمل الميليشيا على توزيعه على أتباعها ومشرفيها. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في جولتنا الخاصة بين عناوين المواقع والصحف الفرنسية. نطالع في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، والذي عنوان: ماكرون، مؤتمر إنساني حول اليمن ستنظمه باريس. وقالت الصحيفة: بعد لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مؤتمرا إنسانيا حول اليمن، حيث قتلت الحرب حوالي 10,000 منذ 2015، وسيعقد هذا المؤتمر في باريس بحلول الصيف. وتضيف الصحيفة: تعتبر الأمم المتحدة هذه الحرب التي تسببت في معظمها بخسائر بين المدنيين أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقد طالبت عدة منظمات غير حكومية الرئيس ماكرون بعدم بيع الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية التي قد تستخدمها في اليمن. ما زلنا في جولتنا بين الصحف الفرنسية، حيث علق موقع قناة تي في تانغ الفرنسية في تقرير ترجمته قناة بلقيس: لماذا ما زال هادي رئيسا لليمن؟ وقال الموقع: من المفترض أن يتحد اليمنيون ويعملون من أجل تسوية الصراع الذي يمزق بلادهم، ولكن يبدو أن الرئيس عبد الرب منصور هادي كان على العكس من ذلك بالنسبة إلى متنفذيه، أو عفوا إلى منتقديه، فهو فاعل هامشي بل عقب في طريق السلام. فمنافسته أصبحت واضحة في الجنوب، حيث كانت حكومته مسؤولة من الناحية النظرية عن شؤون البلاد، وهو منفي في الرياض. يبدو أن الرئيس اليمني أصبح سلطة ظاهرية فقط، فهو يلتقي بالوفود ويرسل رسائل تعزية أو تهاني، ويرسل اجتماعات ويرأس اجتماعات دورية من المتعاونين معه، ولكن في الواقع فقد أفلت منه كل شيء تقريبا، إلا إلى درجة أن البعض يتساءل عن الجدوى الحقيقية من وجود الرئيس. كما يتساءل البعض: ما إذا كان هادي جزءا من المشكلة أو الحل للصراع المستمر منذ 3 سنوات على الرغم من التدخل العسكري للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية؟ عن واحد من المستشفيات التي توقفت عن العمل بسبب المواجهات المسلحة في اليمن وتعرضت للتخريب والنهب، عنونت صحيفة العرب الجديد: مناشدات لإعادة تأهيل مستشفى ذي ناعم الريفي بالبيضاء. وتقول الصحيفة أن إدارة المستشفى الريفي بمديرية ذي ناعم التابعة لمحافظة البيضاء ناشدت الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والأممية بإعادة تأهيل المستشفى. وقال مدير المستشفى الدكتور عبد السلام سالم العمري:
المستشفى الحكومي الوحيد الذي يقع بين 5 مديريات يحتاج حاليا إلى صيانة شاملة وإعادة تأهيل للمبنى والمعدات ليعود إلى الخدمة. وأكد في تصريح للعرب الجديد أن المستشفى استمر بتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين حتى لحظة افتتاحه لحظة اقتحامه بالقوة من قبل عناصر مسلحة في 2015، فعبثت بمحتوياته ونهبت بعض الأجهزة والمعدات وأتلفت الباقي وحولته إلى سكنة عسكرية ومخازن للسلاح. وأشار العمري إلى أن كوادر المستشفى نفذوا احتجاجات ومطالبات لخروج الجماعات المسلحة، لافتا إلى أنه تم الاستجابة لمطالبهم بإخلاء المستشفى في 10 من يوليو الماضي، لكن المسلحين تركوا المبنى مدمرا بالكامل. في أنه لا خيار سوى الحرية، تحت هذا العنوان كتب سمير الزبن مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية، مضيفا في جزء من المقال: مسار الربيع العربي لم يكن سلسا، فقد تبين أن حجم الخراب والاختراق السلطوي للبنية المجتمعية أكبر مما كان متصورا، ما عقد العملية وأدخلها في دائرة الفشل وجعل وعد الحرية في العالم العربي في مهب الريح. لقد عمل القمع الوحشي الذي اعتمدته سلطات الاستبداد لمواجهة الربيع العربي على تصاعد العنف المسلح باضطرار الحركات الاحتجاجية للجوء إلى السلاح في مواجهة القمع الوحشي لأنظمة الحكم، الحالة السورية والليبية وإلى حد كبير الحالة اليمنية، ما أدخل الأوضاع في هذه الدولة في حالة من التفكيك المجتمعي وفي حرب أهلية دموية مدمرة، وترافقت مع أوضاع اقتصادية واجتماعية يائسة تضغط بقسوة على قطاعات اجتماعية تتسع باستمرار. كل ذلك شكل بيئة ملائمة لتضخم القوى الجهادية ذات المنشأ القاعدي، وقد ساهمت سلطات الاستبداد نفسها في دعم هذه القوى بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، لتصوير هذه القوى بوصفها البديل الوحيد عنها، ولتقول إنها كسلطات مستبدة أهون الشرور، لأن بديلها هو تيارة الإسلام الجهادي الإرهابية، وأن الربيع العربي لا وجود له، وليس هناك حركات شعبية لها مطالب سياسية تتمحور حول قضايا الحرية. هل هذا يعني أن وعد الربيع العربي بات من الماضي؟ بالتأكيد لا، فالأوضاع الجديدة على صعوبتها تؤكد أن الحرية هي الطريق الوحيد الذي يمنح هذه الدول فرصة صناعة مستقبلها، وكل خيار آخر يذهب بها إلى ماض أسود هو آخر ما تحتاجه المنطقة. الوضع في سوريا يشغل الصحافة البريطانية، ولا تخلو صحيفة من تحليل أو تقرير أو افتتاحية عن الوضع. تخاطب صحيفة التايمز الرئيس الأمريكي في افتتاحيتها وتطالبه باستخدام العقل الراجح وليس موقع تويتر فيما يتعلق بسوريا. وقالت الصحيفة: خلال الحرب الباردة كان أقصى مخاوف القوتين أن تتطور حرب بالوكالة إلى مواجهات نووية، وفي عام 2018 العالم ليس مقسوما إلى معسكرين لكنه ليس أكثر أمنا. وأترى الصحيفة في الافتتاحية التي ترجمتها البي بي سي أن الولايات المتحدة وروسيا يقودهما اثنان، شخصية كل منهما هشة وكلاهما لديه هموم داخلية تجعله يفكر في صرف الأنظار عنها بافتعال شأن خارجي. وتضيف أنه يسود اعتقاد بأن الضربة قادمة لكن يجب عدم التسرع بها، انتهاكات بشار الأسد يجب أن لا تمر بدون عقوبة لأن ذلك لو حصل فستتكرر الانتهاكات على أيدي الأسد وآخرين غيره. ولذلك فقد اتخذت رئيسة الوزراء البريطانية قرارا صائبا بأن وعدت بدعم بريطاني لأي عمل عسكري مشترك، والأهم من ذلك يجب أن لا تكون الضربة بديلا عن المحادثات الرامية إلى عدم السماح للنزاع السوري بأن يبتلع المنطقة وأن يدمر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. في واحد من الأخبار الغريبة والمتنوعة عنونت صحيفة القدس العربي في إحدى صفحاتها: الصين تغلق تطبيقا للنكات. وبحسب الصحيفة فأنه تم إجبار بوابة توت ياو على سحب تطبيقها الخاص بالنكات بعد أن أشارت الجهات التنظيمية إلى أنه يتضمن محتوى مبتذلا وغير لائق.
وجاءت خطوة إغلاق بوابة توتياو الموقع الإلكتروني ذايع الصيت في الصين والذي يجتذب المستثمرين، وسع إجراءات أوسع وسط إجراءات أوسع تستهدف المحتوى الإلكتروني من البث الحي إلى الإنترنت أو على الإنترنت إلى المدونات وألعاب الهاتف المحمول، فيما يسعى قادة البلاد إلى تجديد قبضتهم على مشهد ثقافي أوسع ومتنوع على الإنترنت يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. مجموعة من الصور للقارة القطبية المتجمدة التقطها المصور الصحفي الإسكندر للقارة الجميلة المهددة بالانقراض، وقد نشرها نشرتها شبكة البي بي سي. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور، إلى اللقاء.